طبعا البلد الحمد لله فيها منظرين، فيها اكاديميين، فيها مجلس الدوله، وفيها مجلس الشورى، وفيها طبقات من العلماء ورجال الدين وناس مسؤولين عن هذا المجتمع، والتركيبه القبليه والعائله كلها مسؤوله مع الحكومه عن الموضوع اللي تطرق له. هذه ليست مسؤوليه جهاز الاستثمار، احنا مسؤوليتنا شباب عندهم أفكار أو تطبيقات قوتها لا تقل عن قوة رأس المال أو الكاش. كيف ممكن نكمل دورنا مع دورهم، وكيف ممكن نصنع حياة كريمة لهذا الشباب الطامح، بدل لا يقف طوابير يبحث عن وظيفة إنما يخلق لنفسه وظائف. التطبيق سواء كان تم ابتكاره من شخص أو أخت عمانية، أو تم ابتكاره في كاليفورنيا في السيليكون فالي، أو تم ابتكاره في تايوان، راح نستخدمه ونستخدمه، ما شرط احنا ان نصنعه. أصبحت الحدود ما هي اللي تستطيع أن تحمي ناسك. العزلة ليست هي الحل. السلام عليكم. أول شيء حبيت أسألك، إيش دور مثل هذه البرامج التخصصية في تكوين شخصيات المبتكرين في السلطنة؟ سليمان بن محمد بن هاشم الناصري من محافظة مسقط. طبعا دور هذه البرامج لها دور أساسي، وتعتبر ركيزة أساسية في تنمية قدرات المبتكرين، لأن فريدة من نوعها في سلطنة عمان. فيها برامج ما شاء الله متطورة مثل برمجة الرازبيري، تنمي قدرات المبتكرين في اختيار البرامج الأساسية في البرمجة وكيفية دخول السوق، أيضا تعطيهم القدرة والحافز أنهم يتطوروا في المستقبل بشكل أكبر. سليمان، كونك معلم، دورك الحقيقي بعد هذه البرامج التخصصية والتدريب، إيش دورك راح يكون إن شاء الله في المدرسة للنشأ الصغار أو المبتكرين الصغار إن شاء الله؟ طبعا دورنا كمتدربين وكمعلمين نقل مثل هذه البرامج، المعلومات، طرق البرمجة، التدريب للناشئ الصغار، وحثهم أيضا المشاركة في مثل هذه البرامج في المستقبل، لأن تساعدهم كثيرا في دخول السوق وتطوير قدراتهم البرمجية في المستقبل، من أجل أنهم يقوموا بإعداد وإنتاج مشاريع ضخمة لها قيمة لخدمة البلد. شكرا لك سليمان. بارك الله فيك، جزاك الله خير.